مرحبا بكم في فقرة نجوم اليوم، ثاني جمعة، ونذكركم اللي في نهاية فيفري باش نحط لكم تصاوروا أكثر تصويرة تعمل جامات باش احنا نصوروا لها الكليب. معناتها كيكا فنان شاب يتعدى في التلفزة يكون من جهة من الجهات واحنا نصوروا له الكليب باش نحاولوا نعملوا دور على تونس الكل. أنتم كانك فنان تبعث لنا، مش لازم تبعث لنا 60 ميساج، هي ماهيش مسابقة بالاس ام اس، اللي يبعث أكثر هو اللي يربح. معناتها نختاروا بالولاية بالولاية الرقم تشوفوا فيه 28 999 107، 28 999 107. تبعثونا بالواتساب نمرو كي تطلبوه راهو ما يجاوبش، وبالواتساب ابعث لنا فيديو تسجيل دليان يوتيوب نشوفوا بهم حفلات وغيره، ايا كان المنطقه اللي انت فيها نستدعاوك وتجي احذانا. دونك شنو هي الولايه اللي باش نستدعوها الليله؟ ايوه، ولايه جابس، وعنده غنية مكسرة الدنيا سوكسي. نستقبله مع بعضنا سليم الحزامي، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا بك سي سليم. نحبوا نسالوك لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك. دونك نجوم اليوم احنا ما سميناهمش نجوم الغد خاطرهم نجوم وناجحين ومكسرين الدنيا. معناتها راهو الناس اللي يجيونا ما همش ناس اول مره تغني ولا اول مره، راهو يبداوا في جهاتهم وفي المناطق القريبه وساعات في تونس الكل مكسرين الدنيا، ولكن الاعلام ظلمهم برشا. دونك انت دخلت معنا زادة في القرعه اللي نجموا في نهايه الشهر كل شهر نصوروا لك الكليب كامل ان شاء الله يا ربي. معناتها تنجم تكون بلوس انت ان شاء الله 44 سنه ان شاء الله. اي تقريبا انا وياك بريسك فرد نقاط تشابه، بريسك فرد عمر، انا فرد عمر معرس وعندك زوز ولاد زوز بنات. اي ربي يفضلهم. عايشك. 29 عام في الفن الشعبي، شوف مثلا 29 عام في الفن الشعبي، 7 البومات، 30 اغنيه، وفي العام بين 50 و60 عرس في الصيف. بارك الله. اي بارك الله. رغم ذلك ما لقيتش حظك بما فيه الكفايه، ماكش معروف، ماكش نجم، شنو السبب؟ المشكل نتاعي يعني شنو، عندي غنيات تو موجودين وعاملين ضجه معناها في الـ في الـ في الفيسبوك وفي الـ في اليوتيوب، لكن ما يعرفوش. كي قلت لهم شكون سمحت، قالوا لي غنيت كذا وكذا، تي لا عاد اي وشفت ليا وشفتك صحيح. معناتها نحكي لك انا في الدومين صحيح، فما بالك ناس مش عاديين. خدمت مهرجانات شويه، اما المهرجانات ما فيهاش مسوار. خدمت مهرجانات في بون معناها في الجنوب، في برشا بلايص مهرجانات تتمرميد وما فيهمش مسوار، والداتات يحضروا في اخر وقت. العروسات يبدا من ريزرفينك ساعات قبل بعام. الاكثريه العروسات هما العروسات معناها خير، نخدموا الحمد لله مسوار اكثر ورشق العروسات وكذا. صحيح. معناتها ما داير لاباس بيك؟ الحمد لله مستوره الحمد لله. اي كالفن لا كالفن. شنو الحمد لله مستوره، مستوره وعندك اربع ديار ولا مستوره لا لا الحمد لله انا دويره برك الحمد لله سما نخدموا لاباس الحمد لله تو مستوره. عندك اغنيه ضربه في التيك توك شو اسمها؟ عندي اغنيه حرقت لي قلبي بالنظر، هذه على فكره خويا نوفل عامله برشا تقريبا 7000 ولا 8000 يعني شخص عامل عليها الفيديو في التيك توك. واو والله ضربه ضربه مش عاديه، وما ما نعرفش ما يعرفوش شكون ممكن اللي يغني فيها، ما نعرفش. هذه عام 2004 سجلتها. 2004 مكسره الدنيا في التيك توك. ترى خلينا نتفرجوا شويه، عندها 16 عام تو نتفرجوا شويه في ريبريز الاغاني نتاعك على التيك توك. شوف معنا. حركت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي، وسقتني من كاسر مرة وزادت بي هراجي، حركتني وزادت في عذابي خلتني مهب. حركت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي، وسقتني من كاسر مرة وزادت بي هراجي، حركتني وزادت في عذابي خلتني مهب. حركت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي، وسقتني من كاسر مرة وزادت بي هراجي، حركتني وزادت في عذابي خلتني مهب. حركت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي، وسقتني من كاسر مرة وزادت بي هراجي، حركتني وزادت في عذابي خلتني مهب. حركت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي، وسقتني من كاسر مرة وزادت بي هراجي.
حرقتني وزادت في عذابي خلتني ما بلاجي حرقت لي قلبي بالنظرة ومنها صعيب علاجي وسقتني من كاس المرة وزادت بي هراجي حرقتني وزادت شوية شوية من البار شعودة ما التيك توك يوتر الأعصاب خاطر يخو يكستري وقعد عاود فيه ياخذوا جست شوية في الطالع بتاع الأغنية سكسي بعد أشوف الناس تعرف الأغاني ما تعرفش مولا الأغاني هذيك المشكلة ما خاطر ما خرجش في في جست رحمة يا رحمة هذه هي الأغنية عملتها وقتاش عام رحمة هذه رحمة لا هذه حرقت لي قلبي بالنظر لا لا تو مشيت رحمة يا رحمة رحمة, رحمة 2014 ضربت على الاخر اي رحمه كسرت الدنيا وغنوها برشا فنانين مثلا ريان يوسف عودها اي غنوها برشا فنانين منهم ريان ولد بلادك ولد بلادي اي خويا صاحبي شاورك ولا الحقيقه ما شاورنيش موضوع فسر لي ساعه هي الغنيه تراث ولا كلمات ولا لا هي ماهيش تراث هي اصل الغنيه مغنى فنان قفصي قديم معناها غنيه قديمه عندها تقريبا 30 عام ولا اكثر اي عاد ما يشاوركش ما يشغلش لا لا مش شنو بالنسبه للبارول اللي نجح الغنيه ذي معناها الغنيه دخلت سامي في سامي رحمه وشكون اخر نعيمه هذيك نعيمه غنيه اخرى اي اي اما بالنسبه للرحمه حتى مولاي اللي كان يغني فيها مش بالطريقه هذه فؤاد قريده اول واحد لا لا مش فؤاد قريده لا شكون؟ لا اسمه منجي، منجي قفصي. لا القفصي اسمه فؤاد قريدة، لا هذاك فؤاد فنان أما اللي غنى منجي. الأولاني منجي. وهو مش مولاها، هو مش كاتبها، أما بالنسبة للغناية ما كانش تغنى كاكرة. أنا بدلت لها الكلام وبدلت لها الريتم في الريتم القابسي وموزيكا جديدة وشوية معناها إيقاع باهي وشوية ميكساج باهي خرجت، فهمتني؟ أي أما فسر لي تسمى غنيتك ولا مش غنيتي؟ غنيتي، غنيتي أصابها باسمي، غنيتي الغناية غنيتي. اي اما اللحن هو بيده ما قديم ولا اي اللحن قديم لكن الكلمات رحمه يا وردة عمري وعلاش هبلتين هذاك الكل كلام جديد ما تغناش في الاغنيه الاولى ريان يوسف اللي عاود عاود الاغنيه القديمه ولا اغنيتك؟ لا لا هي بيدها نفس الاغنيه نفس اللحن نفس الكلام نفس اللحن برسك اي نفس اللحن واضح وانت امان امان يا نعيمه ما تدخلت فيها هي امان امان يا نعيمه اغنيه اخرى اغنيه امان امان وقت نصبوا في التيبوان بوكم فرد مقام هم الاغنيات عملناها نتاع تفدليك نصبوا في التيمو تغنت تغني فيها هكا اي كي جت باهية معناها كيفاش تقول والناس تشمت فينا امان امان يا نعيمه كي جت رابطه بعض خليناها فهمتني الريتم تاع الاغنيه جيبسي معناها ريتم ريتم البوزيقه معناها ريتم جيبسي نتاعنا يتسمى البوزيقه ريتم ايقاع البوزيقه معناها علاش ما استثمرتش نجاح رحمه الرهيب والله شوف الاغنيه هاكم باش تسمعوها الاولاد شوف خويا نوفل والله ما نكذبش عليك عملت اتصالات ببرشا ناس نتذكر وقتها بالنسبه للقناه 2014 ما فماش يعني قناه التاسعه ولا بعض فما بعض القنوات واستعملت شكون انا نعرف فلان ونعرف فلتان ونوصل باش نسال ديما الموضوع هذا نحكي فيه باهي كيفاش انت غنيتك نجحت وما تعديتش؟ فما خطا من وسائل الاعلام انه هذا الفقره تعملت لانها مغلقه وسائل الاعلام على انفسها، انا بيتي كنت موجود، معناتها انا كان فما كلام نتحمل حتى انا مسؤوليتي، هل ساعه تم التحايل عليك؟ فماش كنت طلب منك فلوس قالك تتعدى بالفلوس ولا لا؟ احكي بصراحه لا لا والله حتى كان تقول لي انت وجميع راني نعدي، احكي بصراحه لا فما مره اذا بون انا مثلا ما نجمش ما عنديش اتصال بمناشط معين باش نجم من غير ما تذكر اسمي لا ما غير كان صار صارت بعض الحكايات معناها نعرف فلان ونعرف فلتان اسمعني واعطيني كذا واعطيني كذا وانا نوصلك لفلان حكايه فارغه ما صارت لي مره وفما مره اخرى طلبوا فلوس يعني باش تعدى في قناه معينه أي. فهمتني ومشيت باش نصور وما يعني ما نلقوا روحنا في قاعة افراح باش نصوروا معناها وسونو عادية متاع عرس وحكاية معناها باللي نحكي لك معناها ما تصدقش فهمتني قاعة افراح ماهيش تلفزيون يعني لا مش يصوروا في قاعة افراح ومن بعد ما نعرفش كيفاش يبثوا كيفاش يعطوا حاصل وطلبوا فلوس وانت وافقتش تعطي فلوس وحبت تتعدى طلبوا بالطبيعة يطلبوا فلوس ومن بعد بالله قداش طلبوا عليك 800 دينار وقبل قالوا لك قال لك واحد اني نعرف مناشط الفلاني يعطيني تو كذا صحيح فما ليش يطلبوا كيكا لا لا نتاع هاكا طرق لك امورك وهنا الو صب لي كارت واك الحكايات معناها من نوع هذايا معناها جاتك باللطف لا الحمد لله وعلاش ما اتصلتش انت
المشكله الوقت اللي خرجت فيه الاغنيه هذيك مثلا، الاغنيه هذه زعما تتعدى الوقت هذاك، شكون القنوات ما فماش برشا معناها. حاولت باش نتصل فما كان برنامج معين معناها وقت ضرب، ما نجمتش حصل عليه سيد، ما باللي عملت ما نجمتش تحصل عليه، فهمت؟ خاطر صعيب باش تكونتاكتي منشط ويبدا معروف ولا كذا. صحيح ان توكا يا ربي ان شاء الله تتصاوت. عديت في الجنوبيه، تعديت في مع عفيف الفريقي في الوطنيه، تعديت اي قديمه شويه، تعديت في الوطنيه مرتين وتوا حتى 2017 تعديت في الوطنيه أي. واضح. يلا نسمعوا توا رحمه يا رحمه، نستمتعوا بالغنيه هذه مع الاساتذه فرقه رياض ابو دينار. يلا رحمه يا رحمه، استمتعوا معايا بالغنيه ومن بعد نرجع. We'll be right back.
وهنايا والنسمة اللي تحيينا والنسمة اللي تحيينا هاي مانا 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 يعطيك الصحة سي سليم. غنية حلوة برشا عندك برشا تبارك الله في الدومين. ترى أول كاشي خديته في سهرية قديش؟ أول كاشي والله قديمة شوية يعني قبل كانت ساري الخاص معناها مش كيما تو كان تقريبا 300 دينار سارية هذا عام 96 97 تبارك الله تبارك الله 300 دينار وقتها برشا أي معناها كانت رخيصة الدنيا ما كانش كيما تو وتو الكاشيات وين يحوسوا؟ والله شوف بالنسبه للكاشيات ما همش ما فماش كاشي معين هو معناها انت والبلاصه انت والبلاصه ساعات في جابس بسوم ساعات تخرج لتونس بسوم تعمل في حفلات تونس كل خدمت برشا مرات في تونس اي في اريانا في برشا في برشا بقايع في تونس مش كان في الجنوب معناها اكثر رشق ولا رموز صار قدامك قديش؟ اكثر مره 3000 دينار 3000 وتاخذ البار نتاعك انت مرات بالطبيعه اي بالطبيعه ثلث ثلث اي ثلث فوالا معناتها قداش تطلب على مهرجان في جابس في باش تخدم؟ والله شوف تو بالنسبه للمهرجانات اللي خدمته ماهمش معناها بالنسبه للسوم تقريبا اكثر 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 كاشي 6000 دينار خديت معناها اكثر كاشي 6000 دينار مهرجان جابس. باهي انت ايش خدمت قبل؟ قبل الفن معناها في الصغر والله كيما برشا ناس ما قريتش انا ما كملتش كيما برشا ناس لا معناها خدمتك هذه لا معناها ما كملتش قرايتي ما كملتش قرايتي معناها بحكم خرجت بكري خدمت علاش خرجت بكري خاطر انت ماكش تاع قرايه ولا اسباب ماديه؟ لا مش اسباب ماديه صحيح لا لا مش اسباب ماديه انت مخك مش في القرايه مش في القرايه في الغناء وفي الواحد وفي السهريات والجو هاي سهريات خدمت سايغ خدمت ميكانسيان خدمت برشا حاجات قبل سايغ 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 ولا باس توا ما لها فلوسك الكل لا لا الحمد لله الحمد لله اي باهي سبيان سبيان وتو اش عامل في قله الانتاج وغيره؟ والله شوف بالنسبه لتو وضع كما تعرف على الناس الكل السيزون اللي فاتت تعدت معنا سافا باهي الحمد لله خدمنا لاباس سافا الحمد لله خدمنا لاباس وان شاء الله ربي يجلي علينا الغمه معناها ان شاء الله تسمح الامور وتجي سيزون باهيه الجايه معناها وهذا هذا اللي ننتظروه يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. سليم الحزامي دونك هو ثاني ضيف في نجوم اليوم واللي في اخر شهر لو كان تصوتوا له باش نختاروا له اغنيه نسجلها ونصوروها كليب وان شاء الله يا ربي. سليم كل ما عندك جديد تكلمنا هاكا عندك نمرو معناتها تو نكمل نعطيك يعطيوك نمرو عندك جديد بعد سميس ان شاء الله يا ربي نواكبوا ونجي وان شاء الله اذا انت كنت مربحين مرحبا بك ان شاء الله. خلي لك كلمه الختام تحيه للجابس والتوانسه الكل اللي يتفرجوا فيك كلمة الختام صديقي كلمة الختام شكر لك انت اخويا يعطيك الصحة على الاستضافة ونقدم تحية للفريق اللي عامل معاك والفريق الممتاز حاج عاملك عاد الفريق اللي عامل معاك انا وياك ما نعمل تحية للتوانسة الكل اللي يتفرجوا فينا وان شاء الله ربي ان شاء الله تونس ديما بخير وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. فماش اي اغنية كابيلا في الاخر نقفلوا بها سكسي اخر ما يرحم سمعني نعمل حويجه في الكردين حرام عليك حرام فما ربي الخوانة أرضي الدفع للدوني وسمعت عليك كلام دوقني مرارت لي أنا وناسك ما رحموني سيف الغدر جرحني فعليك ما فرحني نور عارف باش تلوحني نسكرها ببالي مان امان 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 صحة
شكرا ليك سليم، ان شاء الله يا ربي ديما ناجح، واي حاجه ان شاء الله تجي وتتعدى حدنا. شكرا ان شاء الله يا ربي. شكرا عايشك، يعطيك الصحه. عايشك سي سليم الاحلامي، ميرسي بوكو. ديما لاباس لليلة وفات، نتقابلوا نهار السبت الجاي في حلقة جديدة. شكرا على تفاعلكم معنا، تحية كبيرة لأمهر عاصفين وأحلى سادة معنا فرقة رياض بودينار اللي باش نكملوا معاهم. ميرسي بوكو وتصبح على خير.